فضيلة الشيخ، إذا كان رجل عليه قضاء في الصلاة فأتوا بعض الصلاة فقال ليتم الصلاة، فهل يتم هو ومن بجواره؟ يعني أنه إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماما لك فيما نقضي، فهل هذا جائز؟ يقول بعض العلماء أنه جائز، ويقول بعض العلماء أنه لا يجوز، لأن الإنسان مأمور بأن يقضي ما فاته وحده، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والذي نرى أنه لا بأس به، لكن الأحسن أن لا يفعل، أن يقضي كل إنسان وحده، لأنه إذا قضى بصاحبه جماعة فربما يشوش على غيره بالتكبير، وربما يشوش على غيره بالقراءة إن كان فيما يقضيانه قراءة جهرية، وربما يكون هو وصاحبه جماعة ويأتي اثنان آخران فيكونان جماعة وتتعدد جماعات في مسجد واحد، فلهذا ينبغي أن لا يفعل. لكن لو فعل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء إنها تبطل. نعم.